الرحمن الرحيم. خليني أناقش الحالة الثانية اللي هي أنه كيفية إيجاد مقدار قيمة اليونت ستيب ريسبونس لسكند أوردر سيستم، لكن هالمرة ناخذها لحالة كريتيكال دامبنج، بمعنى أنه راح يكون عندي مقدار قيمة زيادة تساوي لي واحد. فهسه الخطوة رقم واحد، خلي أبدي بالسيستم اللي هو الستاندر موديل بالنسبة لنا، وعلى أساسه راح نبدأ نشتغل المعادلة لإيجاد مقدار قيمة الريسبونس. السيستم مالتي طبعا هو راح يكون بهذا الترتيب، أنه أنا عندي انبوت وعندي اوتبوت، عندي ادخال وعندي اخراج. اوكي، هنا راح يكون عندنا الانبوت هو الار اوف اس، وعندي الاوتبوت اللي هو السي اوف اس. وطبعا هذا هنا راح يكون السيستم مالتي اللي هو المعادله الستاندر مالتي، ما هي الاوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع، هذا الستاندر. اوكي، طيب هسه شنو بالنسبه لي؟ اولا طبيعة الإدخال هو عبارة عن يونت ستيب ريسبونس، يعني مقدار قيمة الـ R of T هي عبارة عن واحد. فعندي R of T تساوي لي واحد لقيم T أكبر أو تساوي صفر، وتساوي صفر لقيم T اللي هي أقل من صفر. هذه أحتاج أن أوجد مقدار قيمة الـ R of S، فأقول أن مقدار قيمة الـ R of S هي عبارة عن اللابلاس ترانسفورم لمقدار قيمة الـ R of T. ومثل ما ذكرنا في المقطع السابق، المفروض أنه الطالب حافظ التحويله باعتبار هي هذه ستاندر. اذا على ضوءها ار اوف اس راح تكون مساويه الى 1 على اس. زين، هذا هسه بالنسبه ما يتعلق بطبيعه الادخال. الحاله رقم 2 اللي عندنا انه الشرح مالتي هذا متعلق لحاله كريتيكال دامبنج، بمعنى انه مقدار قيمه الزيتا راح تكون مساوي الى 1. اوكي، زين، على اساس هسه خلي ابدا اشتغل المعادله. الترانسفير فانكشن مالتنا اللي هي تي اوف اس، اللي هي النسبة ما بين الاوتبوت الى الانبوت الفريكوينسي دومين، اللي هي تعطى بالمعادلة مالتنا الستاندر. هذه المعادلة مالتي اللي هي الاوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. اوكي، انا شنو احتاج؟ انه اوجد مقدار قيمة الريسبونس، يعني احتاج انه اوجد مقدار قيمة السي اوف اس. فمن هذه المعادلة مقدار قيمة الاوتبوت او الريسبونس مالتنا راح يكون مساوي الى مقدار قيمة الـ R of S مضروب في الترانسفير فانكشن مالتي، اللي هي اوميجا ان تربيع على S تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان S زائد مقدار قيمة الاوميجا ان تربيع. طيب هسه من هذه المعادلة عندي مقدار قيمة الـ R of S هي هذه، قيمة الـ R of S 1 على اس باعتبار انه الادخال مالتنا يونت ستيب، وعندي بعد انه مقدار قيمه الزيتا هي 1 باعتبار جاي اشتغل في حاله الكريتيكال نود دامبنج، فبالتالي راح ابدي اعوض عن مقدار قيمه الزيتا واعوض عن مقدار قيمه الار اف اس، بمعنى راح يكون عندي مقدار قيمه الريسبونس يساوي 1 على مقدار قيمه الاس مضروب في اوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد هذه راح تكون هي 2 الزيتا 1، فصير عندي اوميجا ان اس زائد مقدار قيمه الاوميجا ان تربيع. طيب هسه ايش راح يصير بعد؟ خلي ارتب هذه المعادله لان عندي امكانيه ترتيب واختصار للمعادله باعتبار انه رياضيا نبدا نعالجها حتى ابدي اوجد مقدار قيمه السي اوف تي، ومن ثم انه احدد طبيعه الريسبونس. فهذه المعادله هسه انه مقدار قيمه الاوتبوت مالتي او الريسبونس راح يكون مساوي الى هذه 1 على اس، في هذه هي اوميجا ان تربيع على هذه اقدر اكتبها هي عباره عن اس زائد اوميجا ان الكل تربيع. طيب هسه احتاج انه اوجد مقدار قيمه الريسبونس، بمعنى انه اوجد مقدار قيمه اللابلاس انفرس للسي اوف اس، فبالتالي راح نقول انه مقدار قيمه السي اوف تي هي تساوي الانفرس لابلاس ترانسفورم للسي اوف اس. اوكي، وحتى اوجدها لازم انه احول هذه المعادله مالتي بصيغه مشابهه للصيغه الستاندر حتى يسهل عليه عمليه ايجاد الانفرس لابلاس ترانسفورم. هذه اقدر احلها باستخدام البارشال فراكشن اكسبانشن، وهذا راح يسهل عليه عمليه التحويل. فبالتالي المعادله مالتي راح تكون عندي انه اقدر احللها باعتبار هذه حاله الاول عندي حاله السنجل لينير روتس، يعني بمعنى انه راح يصير عندي قيمه الاوميجا ان تربيع على اس مضروبه في اس زائد الاوميجا ان الكل تربيع،
هذه أقدر أكتبها هي عبارة عن A على الS زائد عندي B، هذه حالة الربيتد، B على S زائد أوميجا N زائد عندي C على قيمة الS زائد الأوميجا N الكل تربيع زائد. هسه من هذه المعادلة أحتاج أن نستخرج قيمة الA والB والC باعتبارهما ثوابت زين، فبالتالي راح أضرب طرفي المعادلة هذه كلها في مقدار قيمة المقام اللي هو S S زائد أوميجا N الكل تربيع، راح يصير عندي مقدار قيمة الأوميجا N تربيع تساوي بالنسبة اللي هنا راح تكون عندي A مضروبة في S زائد الأوميجا N الكل تربيع زائد بالنسبة للB راح تكون مضروبة في S في S زائد الأوميجا N هذه، بالنسبة للC راح يكون عندي زائد C هذه يختصر هذا الحديث تكون مضروبة في مقدار قيمة الS. أوكي زين، هسه من هذه المعادلة أحاول أرتبهم هذولي، أفتح هذا طبعا التربيع زين، فيصير عندي هنا أنه مقدار قيمة الأوميجا N تربيع راح تكون مساوية إلى A مضروبة في S زائد 2 أوميجا N S زائد الأوميجا N تربيع زائد B في الS زائد عندي هنا طبعا B في الS تربيع هذا الحد الأول زائد B في الS في أوميجا N زائد CS زين. هسه هنا راح اسوي ادخل هذه هنا على الحدود واستخرج معاملات الاس، معاملات الاس تربيع، معاملات القيمه المطلقه، واساوي بطرفي المعادله. بعد ما اساويهم راح استخرج مقدار قيمه الاي وقيمه البي وقيمه السي، بعدها راح تكون عندي قيم الثوابت معلومه، وحتى على اساسها راح ابدي احدد مقدار قيمه كل واحد من عندهم لايجاد مقدار قيمه المعادله. فبالتالي راح اترك لك هذه الخطوة حتى انت تحلهم واعطيك النواتج وتشيك على نفسك. بعد ما تكمل الحل راح يطلع عندي مقدار قيمة الـ A يساوي لي 1، هذه 1، قيمة الـ B راح تكون مساوية إلى سالب 1، وعندي قيمة الـ C راح تكون مساوية إلى ناقص أوميجا N. زين صارت عندي هسه قيمة الـ A والـ B موجودة، أعوض بالمعادلة مالتي أقول إذا مقدار قيمة الـ C of S هي تساوي عندي من هذه المعادلة هي قيمة الـ A على الـ S، قيمة الـ A 1 إذا راح تساوي لي 1 على الـ S زائد قيمة الـ B على S زائد أوميجا N، الـ B سالب 1 يعني ناقص 1 على قيمة الـ S زائد أوميجا N، بعد قيمة الـ C على S زائد أوميجا N الكل تربيع تساوي سالب أوميجا N على مقدار قيمة الـ S زائد الأوميجا N الكل تربيع. اوكي هسه صار عندي مقدار قيمه السي اوف اس معلومه، احتاج انه اوجد هسه شنو الانفرس لابلاس ترانسفورم حتى اطلع مقدار قيمه السي اوف تي. طيب هسه ايش راح يكون عندي بالنسبه للحد الاول؟ اقول من هذه المعادله مقدار قيمه الريسبونس مالتنا السي اوف تي تساوي تحويله هذا العكسيه هي عباره عن يو اوف تي ناقص تحويله هذا الحد عندي 1 على الاس زائد اوميجا ان هي عباره عن اكسبونينشال، فصير عندي exponential ناقص أوميجا exponential ناقص أوميجا N T في مقدار قيمة الـ U of T زائد تحويلة هذا الحد. عندي ملاحظة إلى نقول بما أنه خليه نكتبها اللي هنا، إذا كان عندنا مثلا 1 على S زائد A مرفوع للقوة N، التحويل مالته تحويلة لابلاس هي تساوي لي T أس N ناقص 1 على الـ N ناقص 1 فيكتوريال في exponential ناقص at في الـ u of t. هذه احفظها على صفحة ضمن التحويلات، طبعا هذه موجودة ضمن جدول تحويلات لابلاس. فسلينا أنا عندي القوة الـ n مالتي هي عبارة عن 2، فبالتالي راح اكتبها راح تصير هي عبارة عن ناقص أوميجا n باعتبار أن أنا عندي تمثل هي constant، هذه أطلعها لي برا هذه الأوميجا n هذه، فصير عندي هنا ناقص مقدار قيمة الأوميجا n طلعها لي برا في قوس اللي هو هنا أنا راح أخليه هذه مضروبة في هالشكل قوس. شنو هذا القوس؟ T N ناقص 1 يعني T 2 ناقص 1 على 2 ناقص 1 الكل فيكتوريال مضروب في exponential ناقص مقدار قيمة الـ A اللي هي الأوميجا N T في مقدار الـ U of T. خلي أبسط هذه المعادلة زين حتى أرتبها، استخرج مقدار قيمة الـ U of T مشترك، أقدر أكتب المعادلة مالتي حتى تصير المعادلة مالتي جاهزة لإيجاد مقدار قيمة الريسبونس.
صير عندي مقدار قيمة السي اوف تي يساوي هو قوس نا واحد ناقص اكسبونيشن ناقص اوميجا ان تي ناقص. هنا ايش راح يكون عندي باعتبار هذه اكسبونيشن هذا اكسبونيشن، خلي اطلعها، صير عندي هذا هنا قوس مشترك واحد باعتبار هنا عندنا هذا واحد زائد عندي هذا هنا تي اس 2 ناقص واحد يعني تي اس واحد، 2 ناقص واحد فكتوريال يعني واحد، فتي على واحد تي في مقدار قيمة الأوميجا ان الكل في يو اوف تي. طيب هسه صار عندي هذا هو عبارة عن مقدار قيمة الريسبونس للسيستم في حال كون انه مقدار قيمة الادخال مالتي هو يونت ستيب وعندنا حد كريتيكال دامبنج بمعنى مقدار قيمة زيادة تساوي واحد. خلي ارسم هسه هذا الريسبونس، خلي ارسم العلاقة او الريسبونس طبيعته، هذه هنا عندي زمن، هذه هنا عندي الامبليتيود، الادخال مالتي هو عبارة عن يونت ستيب بمعنى انه مقداره واحد بهذا الشكل، هذا الادخال مالتنا، هذا هو يمثل مقدار قيمة الانبوت اوكي، هذا هنا طبعا جاي احسب مقدار قيمة الاوتبوت اللي هو يمثل مقدار قيمة السي اوف تي ريسبونس مع الزمن. هسه اذا اريد ابدي هذه المعادلة اذا اخذها مع تغيرات الزمن باللحظة اللي تكون بها تي تساوي صفر راح تكون قيمتها صفر، بعدها راح يزداد عندي مقدار قيمة الريسبونس الى انه يوصل بهذا الشكل زيادة اكسبونيشال الى المفروض انه يوصل بالمالانهاية يوصل قيمته واحد، فبالتالي هذا هو عبارة عن مقدار قيمة الاوتبوت، هذا السلوك مالته. زين باللحظة هذا طبعا السلوك عندما يكون فور زيتا تساوي واحد اللي حالة كريتيكال دامبنج، وبعد انه مقدار قيمة الادخال مالتي طبيعة الانبوت هو عبارة عن يونت ستيب انبوت، هذا السلوك هو اللي راح يكون بالنسبة لي مثل مقدار قيمة الريسبونس لهذا الحالة.